عقد رئيس جمعية تجار بيروت نقول الشماس اجتماع طارئ لكافة الفعاليات الاقتصادية بلبنان بضوء التطورات اللي وصفها بالخطيرة لما يتعلق بالتعريفات الجمركية والحمائية والرسوم على الاستيراد، واعتبر ذلك تفريط فادح بالنظام التجاري الحر اللي بيمثل ركن أساسي بالاقتصاد اللبناني. تماما عم بيصير في استسهال بفرض رسوم وضرائب، انما الانكى من كل هيدا انه في اقتصادين، في اقتصاد ابيض يلي نحن كلنا بنمثله بفخر، وفي الى جانبنا اقتصاد رمادي مايل الى السواد يلي هو هيدا ناتج عن التهرب وعن التهريب. وطبعا هو هيدا اكثر اذى على التاجر الشريف وعلى الصناعي الكادح، وهو يشكل خطر وجودي على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد اللبناني باعتراف وزير المالية جمعة الماضي حكي هالموضوع، وقال انه هالمعابر غير الشرعية 124 معبر هي هيدي 124 سكين في جسم القطاع التجاري والاقتصاد اللبناني. تجار كأسرة تجارية بدنا نرد عنا هالهجمات، والهجمات كبيرة، مش بس التعريفات الجمركية، في مضايقات كبيرة عم بتصير. هلأ عم يخبرونا انه وزارة الصناعة صارت هي عم بترسم نفسها انه ولي امر كل سلعة بتفوت على لبنان، هيهن مع اللحوم، هيهن مع المفروشات، انه انت بدك تحصل على تسجيل مسبق بوزارة الصناعة انه هيدا المورد عنده الجودة الكافية مشان يفوت سلعه على لبنان، وهيدي الرخصة بدها تتجدد سنويا. تصوروا انه موظف واحد او وزارة واحدة بدها تتحكم بالاقتصاد اللبناني كله سوا، هيدي على جتتنا ما بتصير هيك مواضيع. التجارة حرة وما حدا قادر انه يفرض هالأنواع من الخطوات الاعتباطية والظالمة على القطاع التجاري اللبناني بما فيها من أذى على كل القطاعات من دون استثناء.